وصلنا لحضراتكم دلوقتي للمرحلة النهائية. احنا موجودين دلوقتي داخل صومعة مركز بني عبيد اللي يتم فيها تخزين موسم القمح. طب ايه هي الوظيفة اللي بتقوم بيها الصومعة؟ هيكلمنا عن الوظيفة دي المهندس احمد عبد الغفار مدير الصومعة. مش مهندس، تحياتي لحضرتك، وعايزين نعرف من حضرتك دلوقتي اللي بيتم داخل الصومعة ايه وازاي بيتم تخزين القمح فيها. بداية الصومعة وظيفتها تخزين القمح، محصول القمح المحلي. بتبدأ عملية استلام القمح زي ما حضرتك شايف من البوابة من الأمن. بيتم تسجيل بيانات الكمية الموردة من التاجر أو من الفلاح على حسب. بيتم عمل الاختبارات المعملية على القمح عن طريق أخذ عينة مماثلة من الكمية الموردة، وبيتم تحديد درجة نظافة القمح المستلم عن طريق لجنة مشكلة من برئاسة التموين وعضوة سلامة الغذاء والزراعة والجمعيات الأبنية. بعدها زي ما حضرتك شايف بيتم وزن السيارة أو الكمية على الميزان البسكول، وبعدها بيتم الوزنة الأولى وزن القايم، وده بيتم تعتيق أو تفريغ الكمية على نقطة الاستقبال، وبعد ما بيخلص تعتيق الكمية بيرجع تاني يوزن الوزن الثانية الوزن الفارغ، والوزن القايم ناقص الوزن الفارغ بيتم حساب صافي الكمية. يتم عمل تخزين القمح في الصومعة لحين صرف الكميات ديت للمطاحن إنتاج الدقيق وإنتاج رغيف الخبز. عندنا الساعة التخزينية هنا في الصومعة. الساعة التخزينية للصومعة 30,000 طن. 30 طن، 30,000 طن قمح. نتكلم على الموسم السنة دي، أخبار الموسم السنة دي إيه؟ وإحنا كلنا شايفين دلوقتي العربيات ما شاء الله يعني داخلة علشان يعني تفرغ حملتها. الحمد لله الموسم السنة دي موسم مبشر. واحنا هنا في مركز بني عبيد دايما بنبدا بدري شويه علشان الحصاد هنا بيكون بدري شويه، وزي ما حضرتك شايف بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستقبل اكبر كميه ممكنه من الاقماح وتذليل العقبات والمعوقات قدام للفلاحين والموردين، بحيث ما حدش يعني بنفضل شغالين مثلا من الساعه 8 الصبح لاخر عربيه او اخر كميه موجوده قدام البوابه ان شاء الله، ما بنمشيش الا لما يكون كل اللي قدام البوابه تعدى ان شاء الله.